اهلا وسهلا بجميع المستمعين. فقره الصحه وهذا الاسبوع كيف ما ذكرنا مخصصه للامراض الباطنيه وامراض المسنين ولكبار السن كيحتاجوا منا الواحد الرعايه وعنايه كبيره بحيث انهم كيصبحوا حساسين في اقل شيء ممكن يتاثروا في سن معين بالمشاكل الشائعه اللي كيتعرضوا لها هي السقوط او الوقوع عرض واللي ممكن ينتج عليه اديه مثل الكدمات والجروح السطحيه كما يمكن ان يصاب اديات خطيره مثل الكسور واصابات الدماغ الى قدر الله. رفقة ضيفنا الكريم لفقرة الصحة دكتور مصطفى الودغيري أخصائي في الطب الباطني وطب المسنين بالدار البيضاء غادي يوضح لنا أكثر حول هذا المشكل. دكتور صباح الخير. أش أخبارك دكتور لبس عليك؟ مرحبا شكرا شكرا لك على قبولك الدعوة شكرا جزيلا محبا. دكتور دكتور مصطفى الودغيري كاينين عوامل كثيرة كيساهموا في سقوط أو وقوع المسنين شنو ما هاد العوامل اللي سمحتي دكتور نوضحوا للمستمعين؟ نعم لا الوغ دونك المشكل ديال السقوط هو من المشاكل الكبيره اللي كيقدروا يعانيو منها الاشخاص المسنين. هي سبب رئيسي للاستشفاء نشوفوا السبب الاول زياره المسن للمستشفى او العيادات الصحيه السبب الرئيسي هو مشكل ديال السقوط. المشكل ديال السقوط استاذه هو مشكل اللي مع الاسف ما كتعطاش الاهميه اللازمه لان ربما كنكتفيو نعالجوا ما تسبب عليه السقوط ولكن ما كنحاولوش نبحثوا دائما يعني كيف نقولوا ما هو السبب. لان تعرفوا ان الشخص اللي كيبدا يسقط هو واحد العلامات ديال ربما ديال واحد المرحله اللي كيمر منها مرحله ديال الهشاشه ربما ديال يفقد الاستقلاليه ديالو وبالتالي انه من المهم انه يسمح لي من المهم ان نعرفوا الاسباب الرئيسيه. الوغ الاسباب الرئيسيه ممكن هو عنده علاقه بما هو ذاتي يعني المشكل الصحي ديال الشخص المسن والسبب الثاني هو ما هو خارجي يعني المحيط اللي كيعيش فيه المسن. المشاكل هي يعني عندها علاقه بالحاله الذاتيه او الامراض اللي تقدر تسبب في السقوط. كنلقاو المشاكل ديال العظام والمفاصل هي الاولى. كتلقى الشخص المسن عنده مشاكل في ركبتين ربما مشكل تاكل الغضروف اللي كتسمى بلاكتروز. كتلقى مشكل كذلك هشاشه العظام. كتلقى مشكل في كتلقى كذلك مشكل ديال العضلات لان الشخص المسن مع الوقت ربما حتى الكثافه العضليه كتبدا تنقص وبالتالي كيلقى مشكل انه يتحرك ويوقف ويتمشى وهذا من المشاكل المشكل الاول. المشكل الثاني يقدر مشكل عنده علاقه بالاعصاب كل ما هو الامراض اللي كتعلق بالاعصاب كمرض ايضا نعم كمرض الباركنسون كمرض الزهايمر لان كيفقدوا الاستقلاليه ديالهم تدريجيا. بعض مرات الاشخاص كيفقدوا الاحساس ديال الجسم ديالهم خصوصا الناس المصابين بداء السكري فكيبداو يلقاو مشكل في الحركه ديالهم. هنا كيعرضهم للسقوط. من الاسباب اللي كاينه كذلك اللي عندها علاقه بالامراض يعني ديال المسنين كذلك امراض القلب والشرايين. كتلقى اما مشكل ديال ارتفاع الضغط الدموي او بالعكس كاين انخفاض الضغط الدموي سكون ابيلي بوتونسيون اورتوستاتيك يعني الشخص كيكون ناعس وملي كيوقف الضغط الدموي كينخفض وبالتالي كيجي الدوخه ويقدر يسقط. هذه الاسباب الشائعه كثيرا. كذلك الاسباب اخرى كاين الاسباب اللي هي عامه كمشكل فقر الدم لان كتعطي اهميه خاصه عند المسنين لان كيكون فقر الدم كيكون دائما حسب فشل الدوخه يقدر يطيح في اي وقت. وكذلك مشكل ديال الغده الدرقيه اللي هي كذلك مشكل كنلاحظوا بشكل كبير عند المسنين كتكون فشل ديال الغده الدرقيه وبالتالي الشخص المسن كيولي عنده كيكون تقيل في الحركه ويقدر يسقط. هذه من الاسباب اللي هي رئيسيه اللي عندها علاقه بالامراض اللي تجعل ان الشخص يقدر يسقط. نعم ألم الظهر من أكثر الأنواع شيوع عند كبار السن كيبقاو كيعانيو من مشكل ديال ألم الظهر واش ممكن يكون أيضا مؤشر على تزايد خطر السقوط دكتور؟ نعم لا المشكل اللي كاين أنه مشاكل ديال العظام مصافي بصفة عامة سواء كان مشكل ديال تآكل الغضروف سواء على مستوى الركبتين أو على مستوى الطاق لأن الأماكن اللي كيتصاب فيها بأكثر يعني الاشخاص المسنين بالنسبه لتاكل الغضروف او سكون ابيل لاختروز. فهذا الالم كيجعل انه فعلا كيكون صعوبه في المشي صعوبه في
التوازن وبالتالي انه كما قلنا مع التقدم في سن حتى العضلات ما كيبقاو كيبداو يفقدوا داك القوه ديالهم لان كيكون مشاكل اخرى ربما ديال سوء التغذيه او عدم شرب الماء بصفه كافيه فالشخص كيولي انه كيحس براسو ضعيف ويقدر في اي وقت انه فعلا يسقط وبالتالي اللي تكلمنا على المشاكل اللي تنتج على هذا السقوط معروف ان السقوط كيؤديو الى كسور خصوصا على مستوى الحوض على مستوى الظهر وعلى مستوى اليدين فهذا السقوط هذا وخصوصا حنا كنخوفوا من الكسور ديال مستوى الحوض والشخص كيفقد الاستقلاليه ديالو كيبقى طريح الفراش مده يعني ايام طويله. نعم كاينين مشاكل اخرى ممكن يتعرض لها دكتور موسين الى وقع مثلا ولا طاح؟ نعم هذه مسألة مهمة جدا لأن تكلمنا على الأمراض ما هو ذاتي يعني الأمراض اللي كتجعل أن الشخص يقدر يتعرض للسقوط ولكن نعطيو أهمية كذلك على المحيط اللي كيعيش فيه الشخص الموسم ما ننساوش أن هذا المحيط اللي كيكون واحد الوقت ملائم لواحد الشخص واحد السن معين مع التقدم في السن ذاك المحيط أو ذاك البيت اللي كيعيش فيه مجموعة التغيرات كتوقع نعطيك على سبيل المثال أنه بحال دابا في يعني نقولوا في صالة البان يعني في مكان الوضوء هنا كيقع المشكل انه داك لابينوار اللي كتكون عند الناس عادي يقدروا يمشيو يدخلوا لها فالموسم كيكون كيصعب عليه فكنحاول لابينوار ما تكونش كتكون غير اون دوش اللي هي بسيطه يقدر يدخل لها وكيكون واحد الكرسي اللي يقدر يجلس فيه كيكون كذلك امور اللي يقدر يساعد بها بيبي شنو يبغي يجلس يبغي يوقف باش يشد نعم مساله مهمه جدا الضوء يكون موجود في البيت وكذلك خصوصا في الدوليه مساله مهمه جدا كذلك ما يكونش الفراش يكون طالع بزاف الفراش ديال النعاس يكون يعني ملائم للطول ديال الشخص لان يعني اللي كان طالع بزاف يقدر يحقق ربما يساهم انه يطيح بسرعه يقدر يطيح فعلا كنلاحظوا بعض البيوت السلوكات دايزين ديال الخيوط ديال التليفون ديال التلفازه كتكون ربما دايز في اي مكان هذا كذلك يعني يسبب في السقوط يقدر يتعثر فيه ويقدر يسقط كذلك لقاو الزرابين محطوطين في اي طريقه وفي اي مكان ربما ما شادينش ما ثابتينش ويقدروا الاشخاص كيكونوا كيتحركوا بصعوبه ويقدروا يعني رجليهم تمشي ويسقط فواحد مجموعه هذه الامور اللي خصنا نردوا بالنا الوقائيه اللي ممكن نساهموا فيها نعاونهم باش نحميوهم من هاد السقوط دكتور. نعم بالنسبه للاغذيه دكتور مصطفى الودغيري واش كتلعب دور في المحافظه على التوازن؟ نعم مهم جدا يعني التغذيه لان من ضمن الاسباب الرئيسيه قلنا المشكل ديال كثافه العضلات او تكون في لاساكوبيني الفرنسيه يعني ملي كيكون سوء التغذيه العضلات ما كيكونش قويين وبالتالي الشخص بالوقوف غادي يكون يحس براسو بفشل ويقدر يطيح في اي وقت فالتغذيه مهمه جدا ربما يمكن هي اللي تكون الحلقه ديال غدا ان شاء الله على المشكل ديال التغذيه يعني سوء التغذيه فهنا كنتاكدوا بشكل كبير على التغذيه يعني المسلمين لان بها باش كيتقواوا وكاين بعض الافكار اللي رايجه حاليا مع الاسف بعد وسائل الاعلام انه الناس ما يبقاوش ياكلوا اللحام ما يبقاوش هذه مساله فلسفه خاطئه عند المسلم انا كنتاكد على المسلم يعني المصدر ديال البروتينات عند المسلم هو اللحوم ما يمكنناش نحرموا الشخص المسلم واحد المصدر اللي هو مهم وهائل بالنسبه لمكونات البروتين ونخليه فقط ياكل الخضار او ياكل الفواكه او ما القبيل فنتاكدوا على اللحوم اللحوم كيف ما كان نوعها سواء كان سمك كان اللحوم الحمراء او اللحوم البيضاء واحد الكميه اللي خصو يستعملها يوميا اللي غنتكلموا عليها غدا اللي كتجعل انه العضلات كيتقوى وكيبقى محافظين على الرشاقه ديالو. نعم شكرا جزيلا لك الدكتور مصطفى الودغيري اخصائي في الطب الباطني وطب المسلمين بالدار البيضاء.